اليوم غادي نتكلموا على حضاره المايا. هي حضاره امريكا الوسطى التي كانت موجوده منذ العصور القديمه وحتى اوائل العصر الحديث، وهي معروفة بمعابدها ورموزها القديمة. يعد نص المايا نظام الكتابة الأكثر تطوراً وتطوراً في الأمريكيتين قبل كولومبوس. وتشتهر الحضارة أيضاً بالفن والهندسة المعمارية والرياضيات والتقويم والنظام الفلكي. تطورت حضارة المايا في منطقة المايا، وهي المنطقة التي تضم اليوم جنوب شرق المكسيك وغواتيمالا وباليس والأجزاء الغربية من هندوراس وسلفادور، وتشمل الأراضي المنخفضة الشمالية لشبه جزيرة يوكاتان والمرتفعات الغواتيمالية في سيرا مادري وولاية تشياباس المكسيكية وجنوب غواتيمالا وسلفادور، والأراضي المنخفضة الجنوبية للسهل الساحلي للمحيط الهادي. اليوم يبلغ عدد أحفادهم المعروفين مجتمعين باسم المايا أكثر من 6 ملايين فرد، ويتحدثون أكثر من 28 لغة من لغات المايا الباقية، ويقيمون في نفس المنطقة تقريبا التي كان يعيش فيها أسلافهم. شهدت الفترة القديمة قبل عام 2000 قبل الميلاد التطورات الأولى في الزراعة، وأقدم القرى شهدت فترة ما قبل الكلاسيكية حوالي 2000 قبل الميلاد إلى 250 بعد الميلاد. إنشاء أول مجتمعات معقدة في منطقة المايا، وزراعة المحاصيل الأساسية في نظام المايا الغذائي بما في ذلك الذرة والفاصوليا والقرع والفلفل الحار. تطورت مدن المايا الأولى حوالي عام 750 قبل الميلاد، وبحلول عام 500 قبل الميلاد امتلكت هذه المدن هندسة معمارية ضخمة بما في ذلك المعابد الكبيرة ذات الواجهات الجسية المتقنة، ثم استخدام الكتابة الهيروغليفية في منطقة المايا بحلول القرن الثالث قبل الميلاد في أواخر العصر ما قبل الكلاسيكي. تطور عدد من المدن الكبيرة في حوض بيتن، وبرزت مدينة كاميلال غويو في مرتفعات غواتيمالا ابتداء من حوالي 250. يتم تعريف الفترة الكلاسيكية لحد كبير على أنها عندما كان المايا يرفعون الآثار المنحوتة بتاريخ طويل. شهدت هذه الفترة قيام حضارة المايا بتطوير العديد من الدول، المدن المرتبطة بشبكة تجارية معقدة في أراضي المايا المنخفضة. أصبح هناك منافسان عظيمان، مدينتي تيكال وكالكامول قويتان. شهدت الفترة الكلاسيكية أيضا التدخل لمدينة تيوتوهوكان بوسط المكسيك في سياسة سلالة المايا. في القرن التاسع كان هناك انهيار سياسي واسع النطاق في منطقة المايا الوسطى، مما أدى إلى حروب أهلية وهجر المدن وتحول سكان نحو الشمال. شهدت فترة ما بعد الكلاسيكية صعود تشين إتزا في الشمال وتوسع مملكة كيتشيش العدوانية في المرتفعات الغواتيمالية. في القرن السادس عشر استعمرت الإمبراطورية الإسبانية منطقة أمريكا الوسطى، وشهدت سلسلة طويلة من الحملات سقوط نخبتين آخر مدن المايا في عام 1697. يرتكز حكم خلال الفترة الكلاسيكية على مفهوم الملك الإلهي، الذي كان يعتقد أنه يعمل كوسيط بين البشر والعالم الخارق. كانت الملكية عادة من الأب، وعادة ما تنتقل السلطة إلى الابن الأكبر. كان من المتوقع أن يكون الملك المرتقب قائد حرب ناجحا وحاكما أيضا. كانت الأنظمة المحسوبية المغلقة هي القوة المهيمنة في سياسات المايا، على الرغم من أن كيفية تأثير المحسوبية على التركيبة السياسية للمملكة تختلف من دولة مدينة إلى دولة مدينة. وبحلول الفترة الكلاسيكية المتأخرة زاد حجم الطبقة الأرستقراطية، مما قلل من السلطة الحصرية للملك في السابق. طور المايا أشكالا فنية متطورة باستخدام مواد قابلة للتلف وغير قابلة للتلف، بما في ذلك الخشب واليشم والسج والسيراميك والآثار الحجرية المنحوتة والجص وجداريات المرسومة بالدقة.